وإحنا ما بين كل الأسئلة وما بين التغطية المباشرة والمتواصلة متابعين الكرام والمستمرة لانتخابات المجالس البلدية، وإن شاء الله ضيوفنا تباعا راح يكونوا أيضا معنا عبر الهاتف ومن أيضا وزارة الداخلية. لكن هذه المرة خلونا نروح لموضوع آخر ونعود للانتخابات إن شاء الله من بعده. أطرح كل الأسئلة على مدير عام الشؤون البيئية بهيئة البيئة دكتور محمد الكلباني. مساك الله بالخير دكتور، وأهلا وسهلا فيك معنا في إذاعة الأفم. شكرا أخ خلود، مساكم الله بالخير، وشكرا حقيقة على هذه التغطيات وأيضا جهودكم حقيقة في المتابعات والفعاليات اللي تكون فيها حقيقة هيئة البيئة والجهات ذات العلاقة. الله يعطيك العافية دكتور. قبل ما نبدأ ونتكلم عن برنامج منافع، يعني خبرني كيف كان، يعني هل قمت بالتصويت صباح اليوم في انتخابات المجالس البلدية؟ أكيد طبعا، حقيقة يعني ما يبشر إنه هذه الدورة هي يعني عملية التقنية، وجود التقنية حقيقة يعني واحد بتلفونه بسلاسة حقيقة ويسر على طول يرسل يعني وينتخب وهو جالس على مكتبه، يعني ما يحس إنه يروح. أيضا بالعكس يعني شكر مقدر حقيقة لوزارة الداخلية والجهات العلاقة على حقيقة تطوير أيضا في المسألة الانتخابية. نعم بالتأكيد، يعني دكتور هذه لفتة يمكن كان فيها نوع من التحدي والتخوف، ولكن بفضل الله اليوم كل من قام بالانتخاب تحدث عن السهولة، عن اليسر، عن الدقة وعن عدم التعقيد، وإن شاء الله تعالى تستمر الأمور بهذه السلاسة حتى الساعة السابعة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله إن شاء الله. الله يعطيك العافية دكتور. دعنا الآن في تفاصيل الحديث عن الفرق المتأهلة لبرنامج منافع، واللي طبعا يعني نتحدث فيه كدور أيضا لهيئة البيئة في هذه المسابقة، بالإضافة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. نعم، هو حقيقة يعني يمكن يعني شيء بشيء يذكر في موضوع نتكلمنا حقيقة سابقا عن موضوع استضافة سلطنة عمان مؤتمر عمان للسلامة البيئية، وطبعا هذا المؤتمر حقيقة مؤتمر عالمي راح يستضيفه سلطنة عمان في مطلع العام القادم، أيضا يتوافق مع مناسبة وطنية اللي هو يوم البيئة العماني. المؤتمر عمان للسلام البيئي حقيقة راح يحوي كثير من الفعاليات والتي حقيقة يعني من أهمها طبعا هو المؤتمر العلمي البحثي، وأيضا في جوانب أيضا إطلاق جائزة القصم الأخضر، وكذلك أيضا ورش عمل متخصصة في جوانب بيئية، وكذلك أيضا معرض بيئي مصاحب، بالإضافة إلى إيكوثون الشباب. وطبعا المحور الرئيسي اللي يركز عليه المؤتمر بشكل عام هو موضوع جودة الهواء وتغير المناخ. نعم. وهذا حقيقة اللي اشتغلنا فيه فترة الماضية بالتنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في إنه يكون برنامج منافع لعام 2022 يصب في موضوع جودة الهواء وتغير المناخ. فكان حقيقة الفترات الماضية يعني نشتغل في موضوع العصف الذهني للموضوع نفسه لجودة الهواء وتغير المناخ، وايضا ايش المحاور اللي نركز عليهم اللي هو طبعا الفئه المستهدفه هنا فئه طلبه وطالبات الجامعات والكليات الحكوميه والخاصه، وايضا طبعا اللي هم حديثي التخرج من هذه الكليات والجامعات، بحيث يطلعوا بافكار تكون مبتكره وايضا افكار تطبيقيه. فالموضوع مش موضوع فقط مسابقة، مجرد مسابقة، وإنما إحنا نطمح حقا من خلال هذه المسابقة إيكوثون الشباب إنه نعزز جوانب الابتكارية أول شيء، حاجة ثانية إنه يكون فيها حلول تطبيقية لمشاكل بيئية موجودة في العالم، وهذا السبب نخترنا موضوع جودة الهواء وتغير المناخ. وبالتالي الحقيقة اليوم طبعا احنا نستكمل المراحل الايكوثون الشباب، وكان اليوم حقيقة الجلسه التمهيديه او الورشه التمهيديه للفرق حقيقة المتاهله بعد التصفيات اللي طبعا احنا في وقت سابق وجود لجنه حقيقة مشكله تم تلقي الطلبات للمشاركه في هذه في ايكوثون الشباب، وحقيقة حصلنا أكثر من 40 فكرة. نعم. 40 فكرة تطبيقية وفعلا أفكار ما شاء الله من الطلاب ومن الشباب،
في طبعا تطوير هذه الافكار بحيث ان تكون افكار ومشاريع مبتكره وايضا تكون قابله للتطبيق في المراحل القادمه. نعم، طيب اليوم كم يعني لما نتكلم عن الورش التحضيريه للمتاهلين في البرنامج، يعني ليش هي مهمه في هذا التوقيت بالتحديد دكتور؟ اكيد طبعا احنا نشوف الفتره الماضيه اللي اشتغلنا عليه، طبعا نتكلم عن بعد منذ اطلاق والاعلان عن الـ عن الـ عن طبعا الايكوثون الشباب اللي هو يكون يعني ينفذ عن طريق برنامج منافع في مطلع العام 2022، كان فيها كثير من اللي هو اعداد الطلبات هذه من قبل المشاركين انفسهم، وبعد ذلك وصلنا الى مرحله اللي هي تلقي الطلبات وفرزها. حقيقه فرزنا فوق 40 مشروع أو فكرة مبتكرة. بعد 40 مشروع طبعا اليوم احنا اجتمعنا كورشة تمهيدية لعشرين مشروع أو 20 فريق. نعم. راح العشرين فريق هذا راح يتنافسوا في المرحلة القادمة، وهذا اليوم كان الورشة التمهيدية التحضيرية وكان مهمة جدا حيث المتنافسين الفرق المتنافسة تطلع أول شيء على المنهجية المعمول فيها في عملية التقييم، سواء أيضا في مسألة إعداد وتطويل الفكرة نفسها. يعني احنا عندنا الحين كل فريق عنده الأفكار وعنده الفكرة للتطبيق، راح يكون طبعا من خلال الورشة اللي صارت اليوم كان في كثير من الحقيقة الأساتذة والخبراء اللي أيضا لنقل المعرفة أيضا للشباب في مرحلة كيف يطور أفكاره، كيف أيضا ينقل موضوعه من موضوع فكرة إلى مشروع تطبيقي. فأيضا بعد أيضا ما تتبلور الفكرة راح تكون أيضا طبعا هناك حاضنة علمية للفائزين، طبعا هذه تتبناها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومن ثم راح يكون هناك مسرعة للأعمال حيث أنه أيضا هذه المسرعة راح تشجع الطلاب والشباب المشاركين في هذه الفرق في أنهم ينشأوا شركات طبعا في المراحل القادمة من الفكرة نفسها، بحيث أن تكون شركة ناشئة، وهذه الشركة راح تكون طبعا أعضاهم أعضاء الفريق المتنافس في هذه المسابقة. وبالتالي مهم كان الورشة اليوم حقيقة حتى من خلال استضافتنا الخبراء والأساتذة، من خلال حتى استضفنا أيضا تجارب حقيقة الفائزين في النسخ الماضية. رحنا نتكلم عن النسخة الرابعة حاليا، بالتالي عندنا نسخ ثلاثة ماضية، وبالتالي جبنا حقيقة أيضا الفائزين في النسخ المنصرمة، بحيث أيضا الشباب يتعرفوا على هذه التجارب وأيضا المراحل اللي مروا فيها في عملية التقييم، وأيضا مسألة التحكيم في قادم الأيام. ما هي المراحل المتبقية إذن من هذا البرنامج دكتور حتى هذه اللحظة؟ نعم، والقادم حقيقة راح يكون طبعا بعد الورشة التمهيدية هذه، اليوم الفرق خلاص عندها اللي هي المعروفة لعملية تطوير أفكارهم، وراح يكون عندنا ورش عمل أيضا مدة يومين تاريخ 13 و 14 يناير. طبعا هذا 13 و 14 يناير راح يكون فيها يومين متكاملات، حيث إنه الشباب يعكفوا على تطوير فكرة نفسها، وأيضا بوجود حقيقة يعني المرشدين لهم من جميع المجالات. في عندنا راح يكون خبراء في مجال التسويقي، في مجال العلمي، في مجال الإداري، في مجال التقني، بحيث انه اذا كان المشروع او الفكره محتاج الى تطوير في مناحيه وضع على سبيل المثال تطبيق تقني، وبالتالي راح يكون عندنا خبراء في هذا المجال، بحيث انه ايضا الشباب يستمعوا ايضا الى طبعا توجيهات هذا الخبراء في جميع هذه المجالات حسب الفكره اللي مطروحه من كل فريق. وبالتالي الورشه عمل مده يومين راح تطلع حقيقة بأفكار تطويرية، وبالتالي وصولا طبعا إلى مؤتمر عمان للاستدامة البيئية اللي راح يكون فيها التحكيم النهائي لمدة يومين أيضا تاريخ 16 و 17 يناير 2023، والإعلان النتائج طبعا راح يكون بتاريخ 18 يناير 2023. شكرا لك دكتور، شكرا على وجودك معنا في هذه الدقائق، بارك الله فيك. شكرا استاذ خروج، جزاكم الله خير على تغطياتكم ومساء الخير للجميع. الله يمسك بالخير والنور. شكرا للدكتور محمد الكلباني مدير عام الشؤون البيئية بهيئة البيئة.